ماذا عن السيد ألفريدو؟ ألفريدو ليس مهما، إنه إنسان ضعيف، ضعيف طوال عمره، وعندما يعرف بأني أعلم سيخضع مرة أخرى. إنما فرناندو خوسي ابني الوحيد، سأثير صدمة بقلبه، فقد تخلى عني، عن أمه، من أجل تلك الفتاة التافهة. سيكتشف قريبا التي تزوجها، وسوف نرى كيف سيحتمل الأمر. انظري كيف تبدو بهذا اللون، رائع عليها. أنت متعبة روزاليندا؟ لا، لأنني أشعر بسعادة كبيرة خالتي، إنها جميلة، إنها لي ابنتي خالتي مارتا. يمكنني أن أفهم الآن، اضطررت للابتعاد والانفصال عن ابنتك في الماضي، إنما لابد بحوزتك سبب موجب. لن اضطر للانفصال عن ابنتي، لا يمكن. خالتي، متى يبدأ الطفل بالتعرف على أمه؟ ما زال أمامها وقت طويل. كما أنا متلهفة لتفتح عينيها وتعرفني. قولي لي، لا بأس بنومها كل المدة؟ مؤكد، هذا يعني أنها بخير وبصحة جيدة، فإن لم ينم الطفل فهذا يعني أنه ليس بخير. لا يمكنني الانتظار حتى تبدأ بالضحك وبالكلام والماشي. إنك مستعجلة. عندما تبدأ الطفلة بالماشي ربما تكونين حاملا. أنت رائعة خالتي. هيا، يجب أن ترتاحي. ابنتي الصغيرة إريكا. لماذا كلمت ألفريدو؟ لن تخبريني أبدا بالحقيقة، وأردت أن أعرف الحقيقة بدقة. الآن أعرف كل شيء، وبدوري سوف أقوم باستغلال الوضع. ماذا ستفعلين؟ سأطالب بكامل حقوقي، ماذا تظنين؟ أتعلمين؟ أريد أن أشكرك على الأب الذي منحتني إياه. لا تعلمين أن كل ما تقولينه مخطئة جدا. أنا ابنة ألفريدو ديل كاستيو، إنه مرموق جدا وثري، وأتمنى حقيقة أن أنتمي إليه وإلى طبقته. لا تكوني متسرعة، ليكن هذا سرا. لماذا أنت خائفة؟ أخت ألفريدو لا تعرف من أكون، وفرناندو يجهل الموضوع. سيكون الوضع رهيبا لو انكشف السر. روزاليندا أبدا لن تنعم بالسعادة. وهل تهمك سعادة روزاليندا أكثر مني؟ سيدنا من فضلك اسمعيني، لا يهمني نشر أمورك الخاصة أمام الجميع هنا، إنما يهمني ما ستخبرين به ألفريدو، أهذا واضح؟ لو تعرفين ماذا. اسمعيني جيدا، سأبقى صامتة إذا أخذت كل شيء. بابا سيمنحني المال، وبدوري سأقوم باستغلال ما أريد، وأنت كوني حذرة جدا. رغبت برؤية السيدة فاليريا؟ سوف تخرجين معي بيرتا. إلى أين سيدتي؟ لا تقومي بالسؤال، فلتطيعي فقط. سوف تأتين معي، تريدين أو لا؟ لا أجرؤ على توضيح الأمور، سيكون باستطاعتي فدرا أن تكتشف كل شيء. كيف عرفت ما بينك وبين المحامي كاسيو؟ لا أدري، لكنها تجرأت وكلمت ألفريدو، قالت إنها ابنتي وبالتالي هو أبوها بالتأكيد. لقد كانت غلطة شنيعة. ماذا سنفعل الآن؟ ألفريدو يعتقد أن فدرا ابنته. لا، لابد أن نوضح كل شيء سوليداد. فدرا سوف تحطمنا، تشعر بالسعادة بسبب التغير الذي حصل بحياتها، إنها متسرعة. إنها سعيدة بأبيها الثري بدل موسيقي فقير. أليس من الضروري أن نكلم فيدرا حتى تعرف أنها مخطئة؟ هذا الأمر يخيفني، فهي تغار من روزاليندا، وإن عرفت بالحقيقة الآن وبأن الإبن الحقيقي له هي روزاليندا، ستفكر أن تؤذيها. أنا مرعوبة.
صباح الخير. صباح الخير مارتا. متى حضرت من المستشفى؟ تقريبا من ساعة. أين روزاليندا؟ مثل طفلة نائمة بغرفتها. إنها بحاجة للهدوء. ماما؟ موجودة عندك إذن. لا تختبئ الآن. لما تريدين الهرب مني؟ لم يعد هذا ضروريا؟ أنت هنا؟ نعم، كنت أنتظر حتى تخرجي من غرفتك فيدرا. جئت ترين ابنتي؟ لم آتي لابنتك، إنما لأجلك. مسرورة بوجود هذه المرأة هنا، فأنا مهتمة برؤيتها أيضا. هل تعرفينها؟ بالطبع أعرفها. أتعرف من هي؟ سوليداد روميرو. لا تنظر إلي وكأنني مجنونة، قلت الحقيقة بذاتها، وإذا لم تصدقني تفضل واسألها. لما تفعلين هذا ماما؟ أصبح سعادة ابنك وفرحته تضايقك؟ هل أنت فعلا سعيد؟ أجل أجل، رغم أنك تعارضين وترفضين هذا الوضع، أنا مع المرأة الجميلة التي أحبها، وبهذا البيت الرائع المليء بالحب والسعادة والبعيد عن تسلطك. ويمكنك أن تقيم هذا العلم من السعادة على موت وجثة أبيك؟ دراميتك هذه لا يوجد مكان لها. لم تصفح يوما عن سوليداد روميرو لخروجها من السجن، وذلك قبل انتهاء مدة السجن. أردت رؤيتها كي لا تكون حرة، فأنت لم تكن تريد أن تستمتع بحريتها، كنت تبحث عنها. موجودة معك، أنا أؤشر لك عليها، ولكنك لم تصدق بأنها هي القاتلة. ها هي. هذه خالة روزاليندا، اسمها مارتا. اسمها مارتا سوليداد، وهي ليست خالة روزاليندا بل أمها. فيدرا، أخبرتني سوليداد بعض الأمور، وأريد منك الآن أن تكوني كتومة لأجلي. ولكن بماذا؟ بكل شيء عزيزتي. تلقبني عزيزتي، يجب أن تتوقف كليا عن فعل ذلك. يزعجك إذا قلت هذا؟ أحببتك كابنة لي. هذا سخيف جدا، فأنا أدرك الآن أين بابا. كأب تفضلينه علي إذن؟ ألا تستحق السنوات التي أمضيتها شيئا من الحب والتقدير لي؟ شاكرة لك على كل شيء، وسأرد لك الجميل يوما ما عندما أحصل على ثروتي كلها. كانت مسافرة خارجا. كانت سجينة. ألا تعتقد بأنه ليس من الطبيعي وجودها بمنزلها بنفس اليوم الذي خرجت فيه السجينة قاتلة أبيك؟ ألا ترى غرابة أن اسم أسرة زوجتك الثاني هو روميرو كاسم هذه المجرمة؟ روزاليندا هي ابنتها، وهذه المرأة التي تقف هناك هي من قام بقتل أبيك. هذا مستحيل، غير معقول، هذا مستحيل. من فضلك قولي إنه غير صحيح، قولي إن هذا مجرد كذبة نكراء. لا يمكنني أن أدافع، لأن كلامها صحيح. انزل يدك، واياك ان تقوم بضربي.